يقول السائل: ما حكم الدراسة المختلطة؟ هل هي محرمة قطعا أم مكروهة كراهة التنزيه، وذلك في بلاد كلها أو معظم مدارسها مختلطة؟ لا شك أن الدراسة المختلطة أنها حرام، لأن هذا سبب للفتنة، سبب لانتشار الفساد، فلا يجوز للمسلم أنه يدرس في المدارس المختلطة حماية لعرضه وحماية لدينه من الفتنة. والتعليم ولله الحمد يوجد في غير اختلاط، يذهب إلى المدارس اللي ليس فيها اختلاط، والمسلمون ولو كانوا أقليات في البلاد الكافرة المعروف عنهم أنهم يفتحون مدارس خاصة بهم على منهج الإسلام فيذهب إليها. نعم.